النهاردة عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بكل تأكيد بتهم حضراتكم. بنبدأ بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، وأبرزها طبعا كان استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية لفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وكمان تم التوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد لقاء مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة والصناعة القطرية، وشهد توقيع 3 اتفاقيات تعاون في مجال الصحة. خلينا نتابع. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر. شهد اللقاء جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفداي البلدين، وتم تناول أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والمجر، فضلاً عن مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. امبارح قام الرئيس عبد الفتاح السيسي وفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر بالتوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واللي بيمثل إطار لرفع مستوى العلاقات بين الدولتين الصديقتين بما يعكس مدى وعمق التميز اللي وصلت ليه خلال الفترة الأخيرة. بعدها شهد الزعيمان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مصر والمجر في قطاعات التعليم والتدريب في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والشباب والرياضة، وزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية للأعوام 2023 ل2026، وكمان برنامج المنح الدراسية المجرية للأعوام 2023 ل2026. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر مشترك مع رئيس وزراء المجر، وأكد الرئيس إن العلاقات بين مصر والمجر بتعد نموذج يحتذى به، وإن المباحثات بتركز على بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين. امبارح زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤسسة قطر لإطلاق القدرات البشرية، وكان بيرافقه أعضاء الوفد المصري في زيارة رسمية للدوحة. وخلال الزيارة استمع رئيس الوزراء لشرح من مسؤول مؤسسة قطر حول طبيعة عمل المؤسسة اللي بيركز على دعم التعليم والبحوث والابتكار وتنمية المجتمع. امبارح أيضاً شهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع 3 اتفاقيات تعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة ونظيرتها القطرية، وعقد رئيس الوزراء لقاء مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة والصناعة القطرية لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين. بعدها غادر الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له مطار الدوحة عائداً للقاهرة بعد زيارة استغرقت يومين. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها توريد 6670 تختة مدرسية عشان تتوزع على المدارس في أسيوط، وافتتاح معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية لأهالي مدينة الطور في جنوب سيناء. كمان امبارح تم افتتاح المركز النموذجي للجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى حميات اسكندرية، بالإضافة أيضاً إلى استلام 100,000 شجرة، وده ضمن المبادرة الرئاسية في دمياط. وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسيوط اللي تم فيها توريد 6670 تختة مدرسية من هيئة الأبنية التعليمية كمرحلة أولى لتوزيعها على بعض المدارس بقرى ومراكز المحافظة طبقاً للاحتياجات الفعلية، وده ضمن خطة المحافظة لإحلال وتجديد الأساس المدرسي وتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب وخلق مناخ تعليمي جيد وتوفير كافة سبل الراحة ليهم. في الغربية تم الانتهاء من تطوير 9 نقاط شرطية داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتة بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه. في جامعة المنيا تم الإعلان عن صرف مكافأة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وده تقديراً ودعماً لمجهودات منتسبي الجامعة وطبقاً لموافقة مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية. في جنوب سيناء تم افتتاح معرض أهلاً رمضان بحي المرورة بمدينة طور سيناء. المعرض بيوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20% ل30%. في مطروح بدأت مديرية الأوقاف تدشين التصفيات الأولى لمسابقة القرآن الكريم بمسجد العوام، وبتصل قيمة جوائز المسابقة ل200,000 جنيه.
الاختبارات النهائية هتكون يوم 5 مارس الموافق ليلة النصف من شعبان، وتوزيع الجوائز هيكون ليلة القدر في احتفال كبير. في الإسكندرية تم افتتاح مشروع تطوير المركز النموذجي للجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الحميات بتكلفة 23 مليون جنيه، وده بعد تطوير المبنى بالكامل وتحويله المركز متطور ومتكامل لخدمة مرضى الجهاز الهضمي. في دمياط تم استلام قافلة تتضمن 100 ألف شجرة لزراعتها بالمحافظة، وده ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة اللي بتستهدف التوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء. في القليوبية أعلنت المنطقة المركزية الأزهرية بالمحافظة فتح باب التقدم لسبع وظائف قيادية على مستوى المنطقة والإدارات التعليمية التابعة، وهيستمر التقدم للوظائف لحد نهاية الأسبوع الجاري.